شمع حد الضرير. بين ان اتضيعت عن الله القدير واسترد حالك بس في كلمة فقير. بأمر البحر عاد موسى مش خبير شو قيمة الدر ان بقي بقاع واسير. عاوله مين السلام عم تصير ومسبح صبايا املاح وسواعد حرير. في اخر وحيتان ما إلها ضمير تعربد وتاكل بعدها وتشخر شخير. ومن بعد حوت الخضر والرمح المرير ان شاء الله تجي من اخر البحر الخطير. هيكون رمح الخضر للحوت المضى ويكون رمح الغيب للحوت الاخير. الاول بصف المدرسي شاطر كتير وتطش متلك حبل تفكير وقصير. والعقل لما صنف الجمع الاخير والعقل لما ميز الجمع الغفير صنف الاخر عبد والاول امير. وخلى الملك فالملك منه ما يطير كلمة ولي العهد للابن الكبير. يا وي الخبز الكون من سوء المصير لولا انفعد من عجنته اول خمير. بعرف بعمر البحر قدي مش خبير شو قيمة الدر ان بقي بقاع واسير. عاوله مين السلام عم تصير ومسبح صبايا ملاح وسواعد حرير. وفي اخر حيتان ما إلها ضمير تعربد وتاكل بعضها وتشخر شخير. ومن بعد حوت الخضر والرمح المرير ان شاء الله تجي من اخر البحر الخطير. هيكون رمح الخضر للحوت المضى ويكون رمح الغيب للحوت الاخير. ويكون شطوط البحر حلوة تقودنا هيدا افتخارك يا زعيم قرودنا. اول شطوط البحر حلوة تقودنا هيدا افتخارك يا زعيم قرودنا. لك لما فسد خلق وفد مولودنا غضبت علينا بنقبور جدودنا. لما فسد خلق وفد مولودنا غضبت علينا بالقبور جدودنا. وفي بحث خضر وحوت انتو جنودنا رجع لورا بيعني النظر بارودنا. وفي بحث خضر وحوت انتو جنودنا رجع لورا بيعني النظر بارودنا. اللي مات بالاول برمح زنودنا وحوتك إلك قصدك عكس مقصودنا. ونخضر بعد وحي لآخر زمان الآخر لنا وشو دخلت بك. ديننا ومعبودنا الموضوع نحنا ديننا ومعبودنا
من عمرو من ركزه بعمودنا بترجع تهد انفلسة فيه من صمودنا وجبالك بتخلط بسهل جرودنا وكل ما عصلنا نقول زهر عودنا بتبكي على الأوتار ريش تعودنا وكل ما عصلنا نقول زهر عودنا بتبكي على الأوتار ريش تعودنا بجنوسنا وقيامنا وقعودنا بيضل يتحدى المجرة صعودنا أول شطوط البحر حلو تقودنا هيدا افتخارك يا زعيم قرودنا وكلنا فسد خلق الوفد مولودنا غطبت علينا بالقبور جدودنا وفي بحث خضر وحوت انتو جنودنا رجع لورا بيعمي النظر بارودنا اللي مات بالاول برمح زنودنا وحوتك الك قصدك عكس مقصودنا والخضر بعد وحي لا اخر زمان الاخر لنا وشو دخلك بحدودنا وجلدوا نوح النبي قومه معاه تجلدوا تعبوا بسهر صنع السفين وجلدوا موسى وعيسى سيف دين تقلدوا واللي ختم رسل الزكاة من قلدوا شو ما حكى صوته بصوته بقلدوا وبجيب عالم بعدهن شو ما حكى صوته بصوته بقلدوا وبجيب عالم بعدهن ما تبلدوا شو ما حكى صوته بصوته بقلدوا وبجيب عالم بعدهن ما تبلدوا
واللي ختم رسل الزكاة بتقلدوا مش ناطروا يطلع لكون الولدوا بنطر خلود الانبياء يوم الاخير تيخلدوني مطرح البيخلدوا